مهم جدا بالنسبه لاي مكان فيه هيموداليسيس بيتم ان يبقى فيه اسسمنت للداليسيس بريسكريبشن اند ادكوسي. يعني بنتكلم على ان احنا هل احنا الاجهزه اللي عندنا بتعمل اكسكيوشن للبريسكريبشن بشكل دقيق ولا لا، هل عمليه الهيموداليسيس بتبقى ادكويت بتشيل الحاجات الخطيره اللي هي داخل الجسم ولا، يعني نتاكد ان البريسكريبشن اصلا صح ولا غلط. فالحقيقه يعني determining how much dialysis is enough لازم نديفاين يعني بطرق معينه علشان نقدر ان احنا نكوانتيفاي الاوتكم بتاع الهيموداليسيس. فالحقيقه في عندنا مجموعه بارامترز ممكن ان احنا نتكلم عليها، منهم حاجه بنسميها الكي تي اوفر في اللي هي او ساعات بيسموها سنجل بول كي تي اوفر في. الحقيقه التارجت بتاعها بيبقى 1.2، دي بتتحسب الحقيقه من مجموعه حاجات، يعني الديفينيشن بتاعها بيبقى ماينس لوج ار، يعني ايكويشن فيها ار، ار دي بتبقى الريشيو اوف بوست داياليسيس تو بري داياليسيس بلاد يوريا نيتروجين. يعني بناخد عينه من المريض ونحسب منها البلاد يوريا نيتروجين اللي هو اللي بيسموه ساعات بان بي يو ان. فبيسكلي بنحسب الار دي بتساوي كام، وبيسكلي بنحسب يعني حاجه ثانيه بنحسب منها يعني بنتكلم على مثلا الالترا فلتريشن فوليوم بيساوي كام بالنسبه للبودي ويت، يعني احنا شلنا كميه ميه قد ايه من المريض دوت في السيشن على الوزن بتاع المريض، ونقدر منها نحسب الدنيا بتساوي كام، نقدر نحسب البارامتر ده بيساوي كام. السنجل بول سنجل بول بتبقى بتحسب بالشكل ده كده. ممكن نحسب الكي تي اوفر في لوحديها خالص اللي هي يوريا ريموفال ريت على التريتمنت تايم، على في تريتمنت تايم على الفوليوم بتاع اليوريا بيساوي كام. اوكي، فده بتتحسب بالشكل ده كده بتبقى مور افكتيف، يعني بحيث ان احنا نقدر نحسبها من البارامترز اللي احنا نقدر نقيسها براكتيكالي في الجلسه نفسها. في عندنا برضو بارامتر تاني اسمه يوريا ريدكشن ريشيو يو ار ار، التارجت بتاعها المفروض يبقى 65%. هي عباره عن البرسنتج بتاع البلاد يوريا نيتروجين كونسنتريشن قبل وبعد بيسكلي، يعني انا بشوف النسبه اللي انا شلتها كام. وبالتالي طبعا احنا بنتكلم ان احنا كل ما احنا شلنا كميه كبيره كل ما كان افضل، كل ما بقت النسبه اعلى كل ما انا بقيت دلوقتي الادكوسي بتاع السيشن نفسها بتبقى افضل. طبعا هي نسبه من البري داياليسيس، لان البري داياليسيس هو ده الكميه الكبيره، البوست داياليسيس ايديالي يبقى صفر، عمره ما يبقى صفر طبعا، بس ايديالي يبقى صفر، يعني ايديالي ان هو ده يبقى 100%. طبعا بالنسبه للالترا فلتريشن ريت اوبتيمالي بيبقى ليس ذان 10 ملي لتر بير اور بير كيلو جرام، بس يعني ده الايديال، ده اللي المفروض ان هو يبقى في الحدود دي تقريبا. لا يمكن ان احنا نحطه، يعني ما يستحسنش ابدا ان احنا نحطه اكتر من 13 ملي لتر بير اور بير كيلو جرام. يعني فرضا عندي مريض مثلا وزنه 70 كيلو وهعمل سيشن 4 ساعات، يبقى معنى كده لو انا بستعمل 10، بستعمل الترا فلتريشن ريت 10، يبقى معنى كده 10 مللي لتر في 4 ساعات في 70 كيلو جرام يطلع لي كميه الميه اللي انا هخرجها من الجسم في عمليه الهيموداليسيس. فطبعا الحقيقه مهم جدا، لان احنا لما بنغير الريت دوت، لما بنحاول نمشي بريت اعلى شويه ممكن يحصل لنا مشاكل.